بنتكلم على زي الليبي. طبعا زي الليبي يتكون من جبة اللي هي هدية، ويتكون عليه من زبون، هذا الليبي الأصلي الطرابلسي، ويتكون من زبون، ويتكون من الفرملة والسروال والبدعية، فيها خمسة قطع هي بالنسبة لزي الليبي، خمسة قطع. طبعا القطع له بالنسبة للقطع فيه قطعتين، أول يركب البدعية تركب مع السروال بس، بدعية أو سروال. لكن بالنسبة للواحد اسمه جلابية، تلبس جلابية اللي هي الجبة هذه اسمها الجبة، وعاه الفرملة والسروال. وبالتالي فيه اللبسة الثانية اللي هي الليبية، الكاط اللي هو الكاط الزبون والفرملة والسروال. هذه بالنسبة للطرابلسية، اللبسة الطرابلسية هذه. طبعا بالنسبة لأن عندي فكرة على كل العملية الطرابلسية هذه، اللبسة الطرابلسية والطاقية، وفي اللي يدير البسكل، وفي اللي يدير يلبس طاقية بس، وفي اللي يلبس طاقية ومعها معرقة من لوطة، تجي المعرقة وفوق منها الطاقية. هذه بالنسبة للبدلة العربية.